بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله مع درس جديد من دروس شرح رواية واش من طريق الشاطبية. يشرح لكم الأخ كامل المروش. وقفنا في الحزب 22 من سورة يونس، الصفحة رقم 218، الآية رقم 79، قوله عز وجل: وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم. هنا الإبدال، وقال فرعون ائتوني، وإن ابتدأنا نبتدي بكسر الهمزة، ائتوني بكل ساحر عليم فقد اختبار، لكن هنا لا يجوز إلا القصر ولا يصح التوسط ولا الإشباع لأنه مستثنى من الشاطبية. فلما جاء السحرة قال لهم موسى: ألقوا ما أنتم ملقون. فلما جاء مد المتصل فيه الإشباع، موسى وجر فتح وتقرير انه ذوات الياء، وفي مد منفصل في الاشباع، ما انتم مد منفصل في الاشباع، على الفتح في موسى لنا في ملقون ثلاثة العارض، وعلى التقرير بين التوسط والاشباع في العارض. فلما القوا قال موسى: ما جئتم به السحر، ان الله سيبطله، ان الله لا يصلح عمل المفسدين. فلما القوا مد منفصل في الإشباع، موسى وجه فتح وتقليل، به السحر راء مضمومة قبل حرف ساكن ترقق الراء وصلا للأزرق ووقفا لجميع القراء. سيبطل، إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح، مد منفصل في الإشباع. إذا نفس التحديد السابق على الفتح في موسى لنا في المفسدين ثلاثة العارض، وعلى التقليل بين التوسط والإشباع في العارض. ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم، وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين. فما آمن مد منفصل في الإشباع، آمن فيه الأوجه الثلاثة المعروفة لموسى من ذوات الياء، فيها فتح وتقليل، وفيه مد منفصل فيه الإشباع. طبعا لا ننسى البدل في آمن، فما آمن في الأوجه الثلاثة المعروفة. وملئهم أن يفتنهم، الصلة من الجمع، وهي عبارة عن مد منفصل في الإشباع. في الأرض نقل حركة همزة إلى الساكن قبلها. إذا على القصر في البدل في فما آمن لنا في موسى الفتح، ولنا في المسرفين ثلاثة العارض. نعطف بالتوسط في البدل، وعليه التقدير بين في لموسى، وعليه التوسط والإشباع في العارض للسكون في المسرفين. نعطف بالإشباع في البدل، وعليه الفتح في ذات الياء في لموسى، وعليه الإشباع في العارض للسكون. نعطف مرة أخرى بالإشباع في البدل، لكن على التقدير بين في ذات الياء، وعليه الإشباع في العارض للسكون. وقال موسى: يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. موسى من ذوات الياء فيه فتح وتقليل، إن كنتم آمنتم صلة ميم الجمع، وهي عبارة عن مد منفصل في الإشباع، آمنتم بدل فيه الأوجه الثلاثة المعروفة، توكلوا إن مد منفصل في الإشباع، على الفتح في موسى لنا القصر في آمنتم، وعليه لنا في العارض للسكون مسلمين ثلاثة العارض. نعطف بالإشباع في آمنتم، وعليه الإشباع في العارض للسكون. نعطف بالتقليل بين في وقال موسى، على التوسط في آمنتم في البدل، وعليه التوسط والإشباع في العارض للسكون. نعطف بالإشباع في البدل في آمنتم، وعليه الإشباع في العارض للسكون. فقالوا: على الله توكلنا، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. الكافرين التقليل قولا واحدا. وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. وأوحينا إلى مد منفصل في الإشباع، موسى من ذوات الياء في فتح وتقليل. تبوأ بدل في الأوجه الثلاثة المعروفة القصر والتوسط والإشباع. بمصر بيوتا، بمصر لا ترقيق في الراء، فالراء تفخم.
الصلاة لام مفتوحة قبل صاد مفتوحة تغلظ اللام. المؤمنين إبدال الهمزة واو خالصة. على الفتح في موسى لنا في أن تبوأ القصر، ولنا في المؤمنين ثلاثة العارض. نعطف بالإشباع في أن تبوأ في البدل، ولنا في المؤمنين الإشباع ست حركات. نعطف بالتقليل بين في موسى، وعليه التوسط في البدل أن تبوأ، وعليه الإشباع، وعليه التوسط والإشباع في المؤمنين في العارض للسكون. نعطف بالإشباع في البدل، وعليه الإشباع في العارض للسكون. وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا طمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. وقال موسى وجن فتح وتقليل ربنا إنك مد منفصل في الإشباع، آتيت فرعون بدل في الأوجه الثلاثة المعروفة، الدنيا فتح وتقليل إن مدوات الياء، ليضلوا قرأ نافع بكسر اللام، عفوا قرأ نافع بفتح الياء، حفص كمثل قرأ ليضلوا بالضم، ربنا طمس نبتدئ بكسر الهمزة، اطمس على أموالهم فقط اختبارا، على أموالهم مد منفصل في الإشباع، فلا يؤمنوا إبدال الهمزة واو خالصة. العذاب الأليم نقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها. على الفتح في موسى لنا في آتيت القصر، ولنا في العارض للسكون الأليم ثلاثة العارض. نعطف بالإشباع في البدل، ويأتي عليه الإشباع في العارض للسكون. نعطف بالتقليل بين في موسى وفي الدنيا، لأن عندنا كلمتان من ذوات الياء، وعليه التوسط في البدل، وعليه التوسط الإشباع في العارض للسكون. نعطف بالإشباع في البدل، وعليه الإشباع في العارض للسكون. هذا ما فتح الله علينا عز وجل في هذا الوجه، والله أعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.